وإلى مدينة أم جرس وبتحديد السجن المركزي لمدينة أم جرس، والزيارة التي قام بها حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جربو إلى السجن المركزي لمدينة أم جرس لتفقد أحوال السجناء وعملية ترميم المباني. محمد آدم. حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جربو والنائب البرلماني عبد الرحمن برقو والمدعي العام لمحكمة أم جرس قاموا بزيارة تفقدية إلى سجن المركزي بمدينة أم جرس، وخلال زيارتهم فقد لاحظوا أن بناء السجن لا يليق بالمواصفات الخاصة ببناء السجون، وكذا حالة المساجين التي تتمثل في صعوبات عدة، منها صعوبة نقل المسجن إلى المحكمة، وكذا الخدمات المتمثلة كالأكل والشرب. وبعد استماعه إلى الشروحات المفصلة فقد أكد الحاكم أنه سيعمل ما بوسعه. دا يقول مشان داري أنا عم جرس ما كامل بقسام برد الكلوسيو وهو كله بكان صغير من أول وقت سوودا مش السكر بتير دول برا دول كان نادي من دجاري ما يجيبو يقردو من هنا ويسيلو يودو فدا وهسدا يوز جاهن هو بس نادم كان عند جريمة كان صغير كان كبير كله هو بس يجي نادم يخلي كله يخلي من هنا نادم يشيله كله يشيله من هنا يحكمه يشيله يردو قدام. وفي نهاية الزيارة فقد طالب الحاكم من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الكبرى لمساعدة عمال السجن المركزي بالإضافة إلى ترميم السجن وتزويده بالمعدات اللازمة. أطلق حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي الحملة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الصحي لمدينة بول. عبد الرحمن رحمة وتفاصيل هذه الحملة. وسط حضور مميز من العاملين في الحقل الصحي بالإضافة إلى شركاء البلاد في الصحة العامة إلى جانب المسؤولين الإداريين والتقليديين فضلا عن أولياء أمور الأطفال من سن الصفر حتى الخمس سنوات، فقد شهد المركز الصحي لمدينة بول مناسبة الانطلاقة الرسمية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث استهلت المناسبة بكلمة الترهيب من قبل ممثل مندوب الصحة الإقليمية الدكتور كولماني سام، حيث أوضح أن أهمية تطعيم الأطفال الذي يعتبر بمثابة السلاح الوحيد لمحاربة هذا الوباء الفتاك. في كلمته لانطلاقة اليوم الوطني للتطعيم ضد الشلل، فقد شكر حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أمادو جهود رجال الصحة والسكان على عملية التوعية، وطلب من الجميع إلى ضرورة المشاركة في عملية التطعيم، وكذا إتاحة الفرصة للقائمين بعملية التطعيم الذين سيصلون إلى كافة المدن والقرى بالإضافة إلى الفرقان من أجل تحقيق هذه العملية التي وضعت لها السلطات العليا بالبلاد عناية خاصة. هذا ومن ثم فقد قام الحاكم وبعض المسؤولين الإداريين منهم والتقليديين بوضع الأمصال إذانا للانطلاقة الرسمية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بإقليم البحيرة.